تضامن. معالي الوزيرة مساء الخير. لما سألوني أستاذة بسمة، يعني بسعد والله كل مرة أكلم حضرتك فيها على الوزارة. ألف شكر يا فندم، السعادة لينا. عايزة أسأل، النهاردة كان في صرف المعاشات، والحقيقة إحنا شفنا وتابعنا إزاي تم التوزيع لمنع الزحام ما بين مدارس ومراكز شباب. فالحقيقة ومكاتب هيئة التأمينات ومكاتب بريد اللي هي الواسعة. مظبوط، فبنحييكم على هذا المجهود في ظل طبعا أنه الأجواء اللي حاصلة، بس هل رصدتم شكاوى أو عقبات، وهل في أنه أي مزيد من الشكاوى موجود؟ من هل في إجراءات تانية مثلا هتتاخد في تبسيط الأمور في الأيام القادمة؟ تفضلي. والله يا أستاذة بسمة، هو كده الحمد لله النهاردة مرة على خير، وكنا على تواصل دائم سواء مع مكاتب المحافظين أو مع شركة الصرف وهيئة قومية للتأمينات طول النهار. الأمور مشيت بسلاسة، وجمعيات كتير حتى احنا ما كناش عاملين حسابنا انها تتطوع، اللي جاء تطوع بكراسي، واللي تطوع بكحول، واللي كان واقف ينظم الناس. فالأمور مشيت على خير ما يرام. يمكن بعض الناس ما كانتش مبسوطة من ان هم جايين يصرفوا معاشات، يعني استوقفني اكتر من حد، بس دول معدودين جدا. هو مثلا معاشه 5000 جنيه والنهارده مش الشريحه بتاعته، فبيبقوا لا احنا عايزين نصرف النهارده. وهي احنا خدنا عهد على نفسينا ما نشذش عن النظام باي شكل من الاشكال، لان اعتقد لو شذينا عنه مش هيبقى فيه نظام. تمام، يعني خلينا نلتزم بيه، وده موقف يعني انا شايفه ان هو حتى بعد كده يجب علينا ان احنا ننظم المواضيع كده، هوت سواء في المعاشات او في تكافل وكرامه. لكن الوضع اللي كنا بنشوفه ان الناس تتكدس في مكاتب البريد سواء بكورونا او باي حاجه تانية، وضع غير لائق بينا وغير صحي للجميع. كمان لو بنقول دايما بنشجع الناس، النهارده قلت لهم طب انتوا ليه ما بتعملوش حسابات بنكيه؟ طب ليه ما بتحطش على المحمول؟ هو يعني هو هيستمر امتى؟ يعني صرف المعاشات دي هتستمر لامتى؟ كم يوم تقريبا؟ على مدار 9 ايام. تسعة أيام. بس أكبر شريحة منها أول 4 أو 5 أيام. الحقيقة معالي الوزيرة، أنا بضم صوتي لصوت حضرتك طبعا، يعني أنه عايزة أقول للناس أنه يا جماعة يعني سهلوا على بعض، ان احنا نلتزم بالشرايح، نعمل حسابات بنكية، انه مشوار واحد يوفر علينا مشاوير كتير، مش عايزين زحام، اهم حاجة بدون زحام. اتفضلي فندم حضرتك كملي. لا والله كان في تعاون حتى من الناس الواقفين. أيوه. يعني من الزملاء سواء الموظفين بتوع البريد او اللي موجودين في التأمينات، قالوا لنا كده اريح بكتير كمان لينا. بيحصل ضغط والموظفين بيتعصبوا والمواطنين بيتضايقوا، فيعني خلينا نبقى عقلانيين وواقعيين. انا عارفه ان ده ممكن يكلفنا شويه دي في الاول، لان احنا بنروح نصرف في اي وقت في اي حته. احنا ممكن نعمل دوت لو عندنا حسابات بنوك، بروح عند اي صراف ادي بياخد. لكن ما زلنا طبعا في نسبه كبيره بتصرف من البنوك، لكن البريد هو النسبه الاكبر، والبريد خاصه بيصرف اول الشهر المعاشات وبيصرف الجزء المتبقي من الضمان لغايه ما يخلص، يكون دخل في تكافل وكرامه. فالحقيقه ما بيشيلش راسه من كتر الضغوط. أيوه. وفي نفس الوقت الطوابير اللي موجوده مش يعني النهارده الحمد لله مكاتب البريد اتحسنت كتير وبقت يعني مكاتب رائعه، لكن مكاتب التامينات بتاعتنا مش كلها مطوره. فحتى هي غير لائقه بعضهم. احنا في اعداد تطويرها مؤسسيا ونحدث بعض المكاتب، ما عندناش حتى فرصه ان احنا نحدث بعض الحاجات، لان المكاتب على طول مشغول فعلا. ده حقيقي. الحمد لله. طيب يا فندم، عايزين نعرف يعني ازاي تم التعامل في الفتره الاخيره، او الخطه اللي جايه المستقبليه للتعامل في الفتره المقبله، وخصوصا طبعا في رفع الضرر عن المواطنين، وده اللي انا شايفه ان انتم الحقيقه يعني مستمرين وبتتعاملوا بيه. اولا طبعا انا سعيده بان يكون ما بيننا دايما وبين زملائي من الوزارات الثانيه، او ما بيننا وبين المجتمع المدني شراكه دائمه. يعني لولا ان تم التنسيق بيننا وبين وزاره الاتصالات وبين وزاره التنميه المحليه والداخليه،
ما كانتش الموضوع بتاع البريد مشي بهذه السلاسة النهاردة، الحمد لله كنا عاملين خطة كده درء مخاطر ما اضطرناش نستخدمها. كنا برضو الداخلية دايما بنبلغهم لو حصل طوارئ هنتواصل، الحمد لله ما اضطرناش، الأمور مشيت بسلام. طيب أما في اتفضل. الأيام اللي جاية فكان في النهاردة كمان يعني اجتماعات ما بيننا وبين الوزارات الشريكة مع السيد وزير التموين عشان نشوف خطة توفير التغذية مع الجمعيات الأهلية. كنا عملنا تطبيق صغير كده ببعته لهم علشان نشوف مين هيوزع ايه فين لكم أسرة وهيوزع ايه بالظبط وأنهي خدمة. الحقيقة الجمعيات استقبلت الكلام ده بشكل إيجابي جدا. احنا نفسنا يعني أنا شخصيا نفسي كشخص وكوزارة إن احنا نلم كل جهود المجتمع المدني ونبرزها الكل في واحد. صحيح كل جمعية ليها حقها في الاعتراف بشغلها وباسمها ده بلا شك، لكن ما زلنا عايزين نشوف المجتمع ماذا قدم المجتمع الأهلي لمصفة السيول، ماذا يقدم في كورونا وهكذا، لأن ده هيعلي من الشراكة ما بين المجتمع الأهلي والحكومة وده اللي احنا بنطمح إليه. طيب معالي الوزيرة، يعني خلينا بقى نطمن من سيادتك على الأسر اللي واخدة قروض، هل في أي إجراءات بخصوصهم؟ في الحقيقة مفاوضات بيننا وبين هيئة الرقابة المالية على أساس إن هي نزلت بعض التسهيلات منها تأجيل بعض الأقساط أي بس مع الحفاظ على كويس. نسبة الفائدة. واللي إحنا يعني كان في النقاش بيني وبين زملائي القائمين على الإقراض متناهي الصغر كان في حوار إن مش كل القطاعات متعطلة، وإن مسألة إن أنا أقول القطاعات كلها متعطلة فده يستحق وكله يستحق حوار غير حقيقي ومحتاج إلى تحليل، لأن في قطاعات العكس مستفيدة تمام. زي قطاع التغذية زي في بعض القطاعات زي قطاع الدليفري على فكرة دلوقتي ماشي كويس قوي. فهم بيقولوا إن في قطاعات أنتوا ليه أخدتوا المواضيع جملة وخدتوها مثلا في بعض الحاجات بتاعت القروض اللي هي صغيرة للغاية ايوه اللي فعلا بيقوموا عليها ناس بيسترزقوا باليوم، وفي قطاعات كبيره هو اصلا اللي بيعمل منه تسويق الكتروني. قلت لهم هي الحاله الاقتصاديه متعثره بشكل عام ده حقيقي، لكن الكلام على ان الناس بتهول الموضوع اكتر مما هو انا ما اقدرش احكم بدوت. فاللي احنا بنعمله دلوقتي مع الرقابه الماليه ان بناخد اقصى فايده ممكنه لصالح الفئات الاكثر تضررا او كمان السيدات بالذات، لان احنا مع التمكين الاقتصادي للسيدات بالذات اللي هم قائمات على اسرهن، ولان هم يعني دي حاجه بتساعدنا ان السيدات بيدخلوا سوق العمل في الفتره القادمه. فان شاء الله ننتهي بكره الى يعني الى مفاوضه لصالح السيدات، لان السيدات دول في عينينا يعني، وانا حريصه جدا على استفادتهم باقصى قدر ممكن وتسهيل ليهم. طيب واتفقت مع الجمعيات ان السيدات المتعثرات للغايه ان احنا نقدم لهم حزمه من مش هقول الدعم المساعدات الميسره على الاقل في ال3 شهور القادمه. طب فندم، يعني حضرتك من شويه اتكلمتي عن دور المجتمع الاهلي في دعم الدوله في الازمات. الكام يوم اللي فاتوا مظبوط كان في تحقيق او خناقه كبيره جدا او هجوم على جمعيه رساله الخيريه، والنهارده كان في تحقيق في الوزاره بخصوص طبعا مصير التبرعات بتاعتها اللي هي الخاصه بتحدي الخير. فوصلنا في التحقيق ده لايه يا فندم؟ هو يا فندم من ساعه ما اثيرت من مش هقول لك من دلوقتي من اكتر من حوالي اسبوع أي. لما لقينا في بعض الاحاديث بتقال ولم تكن حقيقه، فدايما لو في اي حتى كلام عن شبهات بتنزل لجنه على طول من الاداره المركزيه للجمعيات بتراجع الورق. احنا داخلين بمنهج موضوعي، لا نقدر نتهم ولا نقدر ندافع غير لما يكون في ايدنا اوراق وارقام. طيب اللجنه بقى لها اسبوع شغاله ما فيش اي حاجه فيها دلاله من كل ما قيل على الاعلام الاجتماعي. الجمعيه دخلها في الفتره اللي فاتت حوالي 3 مليون، الرساله دفعت قدامها 5 مليون،
الموارد اللي تم يعني جمعها. التبرعات راحت للمستحقين. بص يا فندم، اللي انا شفته ان كل المبالغ اللي دخلت رساله مرصوده بالورق، وكل اللي اتصرف منها مرصود بالورق، واحنا حتى بناخد عينات من دوت نتحقق ان الموارد دي راحت لاصحابها او لمستحقين بيها. العينه اللي احنا شفناها لغايه دلوقتي يعني تقريبا كلها ايجابيه. فانا بس بارجو ان اولا يعني دايما لما حد بيقول على جمعيه او على اي حد مش جمعيات بس، بنقول له طب ايه الادله بتاعتك او اديني مستندات او ايه مصدر هذا الكلام. لكن اتهامات جزافا او تيجي فيديو على الفيسبوك حد بيقول ده كذا ويعمل دوشه، ما اعتقدش ان ده سند قانوني ملزم. عشان كده قلنا ننزل بانفسنا. ليه دايما رساله جمعيه رساله هي عليها هجوم متكرر دايما؟ اشمعنى رساله؟ ليه؟ رساله كان يعني انا عايزه اقول برضو ان الجمعيه كان فيها بعض، يعني انا بتكلم بمنتهى الشفافيه، كان فيها بعض المتطوعين برضو يعني مش كلهم محببين للدوله وتم التخلص منهم. ممكن نوضح علشان بين قوسين عشان ما تتفهمش غلط، بس يعني يعني حضرتك يعني تقصدي تقريبا اللي هو قبل 30 يونيو او متطوعين الاخوان يعني، ولا ايه؟ عشان ما صنفش، ولا حضرتك تقصدي شيء تاني؟ يعني بشكل او باخر اللي حضرتك بتقولي في يمت بشكل يعني كبير الى الصحه. لكن انا في الاخر مش هصنف، انا قدامي الورق، مش مهم الكلام جه من مين، قدامنا الورق والادله. لم تكن كده، لان جمعيه رساله هي جمعيه ليها قاعده شعبيه قويه جدا. وبضيف معلش انا اسفه بقطع كلام حضرتك برضو، تقريبا يعني من خلال برضو المتابعات بتاعتنا يعني انه الجمعيه تقريبا على مدار الفتره اللي فاتت كانت بتطهر نفسها وبتخرج كل المتطوعين اللي بيصدر عنهم اي حد ضد أي الدوله. اي مخالفات مش بالضروره من فئه الاخوان، اي مخالفات هي كان عندها حجم كبير جدا من المتطوعين اتحققت منهم وبتتخلص من دوت وبتعمل من دوت. معنى كده عندها متطوعين رائعين رائعين، خيرة الشباب المصري. هي أكبر جمعية على فكرة، أو من أكبر جمعيات اللي عندهم متطوعين على الأرض. إحنا بنشكر حضرتك سيادة الوزيرة نيفين القباش وزيرة التضامن الاجتماعي، بنشكرك جدا. لكن أنا عايزة أقول يا أستاذة بسمة قبل ما أقفل كلامي، اتفضلي. زي ما بندافع على الجمعيات، زي ما بقول بما يشمل جمعية رسالة أو غيرها، لا نتهاون في أي خطأ طبعا يمثل تهديد للمجتمع الأهلي في مصر أو لمصر بشكل عام. يعني النهاردة ممكن نبقى أصحاب، ممكن بكرة نبقى رقابة مشددة جدا وحاسمة طبعاً. جدا. وإحنا مطمئنين بوجود حضرتك على فكرة، يعني وجود وزارة التضامن، لأنه يعني وكل أجهزة الدولة، لأنه ده بيدينا الانطباع أنه ما فيش حد هيلعب ولا هيتلاعب ولا حد هيستغل تبرعات الناس يعني أبدا. إحنا قاطعين للمساءلة، وأنا أول المسائلين جوه الوزارة. يعني أنا بقول هي احنا حوكمة المنظومة، اذا كان حكومة، اذا كان مجتمع اهلي، اذا كان قطاع خاص، اذا كان ايا كان، اعتقد ده اللي هيظبط وتيرة المجتمع المصري وهيخلي مصر تعلى اكتر واكتر ان شاء الله باذن الله. طالما في نماذج زي سيادتك دكتورة نيفين القباش، بنشكرك جدا وزيرة التضامن الاجتماعي. شكرا يا فندم.